إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل السادة المتابعين الأوفياء، نرحب بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر. كنتواجدوا في المنطقة ديال سهب الورد، أكيد في مقاطعة جنان الورد، انتخابات الجزئية بطبيعة الحال جارية صباح هذا اليوم بطبيعة الحال، والفاسيون يختارون يعني المرشح ديالهم أكيد في الدائرة الجنوبيه بطبيعه الحال. اقبال ديال المواطنين ديال سهب الورد على الانتخابات، وغنحاولوا نشوفوا العمليه كيفاش كتتم. اكيد يعني كاين التصويت الان في مجموعه من مكاتب التصويت بطبيعه الحال. انا قلت هنا اقبال صباح هذا اليوم ديال الفاسيون ديال سكنه يعني مقاطعه جنان الورد على العمليه الانتخابيه لاجل اختيار المرشح ديالهم. اكيد كيشوفوا بطبيعه الحال المواطنين راه كيختاروا الشخص اللي كيقدر لانه يمثلهم في قبة البرلمان ويترافع على السكينة. فالإقبال أنا شفت سيني صباح هذا اليوم إقبال منقطع نظير صراحة، وغنحاولوا نسولوا المواطنين أكيد حول العملية الانتخابية كيفاش كتتم، واش صوتوا ولا لا. السلام عليكم. لا تحياتي لك، تبارك الله عليك، لاباس عليك في أمان الله. السلام ورحمة الله، كيبقى تاخويا مزيان كذا؟ كيبقى تاخويا مزيان كذا الماء الصحيحة؟ واخا لالا يعني جيتي باش تجيب الصوت. ما نقولوش المعلى من غتصوت. لا حنا خصنا نصوتوا على الشخص اللي يستحق جنان الورد. نعم. حنا كنطالبوا كنحطوا الصوت ديالنا على السيد اللي يستحقنا. نعم. راه حنا جينا واخا واصله فينا الحقيقة. نعم. ما عندنا ما نديروا، حنا جينا كنأديوا الواجب. نعم. جينا كنأديوا الواجب مع هاد الناس. نعم. إذا التصويت حق مشروع هو اللي من خلاله غيخلينا نشوف واحد السيد اللي غيترافع علينا في قبة البرلمان. إن شاء الله حنا داكشي اللي حنا طالبين هاد السيد هذا اللي غنديروا فيه هاد الثقة هذا. نعم. يخدم لنا، حنا بغينا إن شاء الله يجي للمنطقة ديال جنان الورد. نعم. يشوفنا يشوف يبحث فينا ويقلب فينا، ماشي كنصوتوا على السيد ما كيوليش يقلب كاع علينا. نعم. ما كي صافي حدنا كنشوفوا نهار الانتخابات ما كيوليوش نشوفوا. نعم. حنا كنحطوا الصوت ديالنا على هذا السيد اللي غيستحقنا. نعم. وشكرا. قبل ما تدخل غتدخل صوت، راني عاد ندخل صوت على هذا السيد هذا. واخا الصوت راه امانه فوق العاتق ديالنا جميع، حنا كمغاربه باغيين الخير لبلاد. حنا حنا باغيين هذا السيد هذا اللي غيستحقنا، راه حنا حنا دايرين فيه الثقه ودايرين فيه كل شيء بالله غيخدمنا. حنا حنا السيد ما شناه ما شافنا، ان شاء الله ما يكون غير الخير. شكرا جزيلا لله بالتوفيق. اذا كما كتشاهدوا بطبيعه الحال اقبال الان منقطع النظر على مكاتب التصويت اكيد في كل احياء يعني بطبيعه الحال اكيد الدائره الجنوبيه، اختيار المرشح البرلماني اللي قادر لانه يترافع على السكينه. هنا الدور ديال المواطن، انا قلت المواطن يتحمل جزء من المسؤوليه في الاختيارات، لان كنعرفوا المهام ديال البرلمان مهام شرعيه بطبيعه الحال، مجموعه من القوانين اللي كدوز فكيتم التصويت عليها في البرلمان. البرلماني كيبقى كينقل صوت المواطن، كيبقى كينقل يعني بطبيعه الحال ما يقع في المدينه. خويا العزيز تحياتي لك، تبارك الله عليك. صافا بخير في امان الله. مرحبا بك. نعم. اس جيتي تصوت ياك؟ مرحبا. نعم. ما تقولناش على من غتصوت، المهم خليو داك الشيء. نعم. اس هذا الشخص اللي غتصوت عليه. نعم. اس شنو خصو يكون فيه؟ يكون فيها خاي يدير لنا اصلاح، يصلح لنا الشانطي، يصلح لنا التيرانات، يدير لنا فين يلعبوا وليداتنا، فهمتيني خاي. المهم اللي حنا نصوتوا عليه باش هو عاوتاني يدفع بينا، يوصل لنا الكلمه ديال المواطن، يوصلها لنا السي عزيز اخ النوش ان شاء الله الرحمن الرحيم. نعم. واخا كاين اقبال هنايا في المقاطعه ديال جنان الورد على الانتخابات لحد الساعه شويش مازال الناس عاد فايقين عاد كذا عاد خارجين، فهمتي. ناقص مدينه فاس. ناقص اخاي التيرانات فين يلعبوا الدراري بحال دابا عندنا هنايا. نعم. فهمتيني، ناقص لنا الشانطي عاد هادي راه عاد الصفقه غادي تكون بنجاح ان شاء الله. نعم. فهمتيني، المهم خصنا بزاف ديال الحوايج كبحال المدن وحدين اخرين. نعم. حتى حنا نكونوا حنا المدن، حنا مدينه فاس راك عارفه ديال الصناعه وديال كلش، فهمتيني، خصها تكون هي. الله ينصر سيدنا. شكرا جزيلا. الله يرحم الوالدين. تحياتي لك. اذا كتشوفوا بطبيعه الحال العمليه كيفاش كتتم. اكيد السلطات المحليه هنا اشكرهم كجزيل الشكر، القوات المساعده، رجال الامن الوطني، يعني بطبيعه الحال اللي قايمين بالواجب وواقفين وصاهرين على كل كبيره وصغيره. اكيد السلطات تنظم العمليه والمواطن يختار المرشح اللي كنشوف بانه قادر لانه يمثله في قبه البرلمان. اذا قلت الاقبال على العمليه والتسجيل في مكتب التصويت كما كتشاهدوا معنا، المواطنين بطبيعه الحال يقبلون، وغنحاولوا ناخذوا تصريحات اخرى. بطبيعه الحال كل واحد كيشوف المرشح اللي قادر لانه يمثله ويدافع عليه،
ويترافع عليه في قبة البرلمان. كنعرفوا بأن المهام ديال البرلمان هي مهام تشريعية، كذلك البرلماني كيساهم في العملية الدبلوماسية بطبيعة الحال. نتمنى لأن المواطن يكون عارف المهام ديال البرلماني، وأكيد راه الناس راهم عارفين شنو كيديروا، الناس كيصوتوا وعارفين شنو كيديروا. إذا أنتم كتشاهدوا الإقبال على مكاتب التصويت من أجل إدلاء بالأصوات، لأن مقاطعة الانتخابات راه ماشي الحل. خويا تحياتي، مقاطعة الانتخابات ماشي الحل، لأن أنت ملي كتقاطع انتخابات كتخلي لربما الصوت ديالك، ولا كتخلي واحد كيستافد بواحد الطريقة أو أخرى. فمقاطعة الانتخابات ماشي حل، خصني نمشي وندلي بالصوت ديالي للشخص اللي كنشوفه لأنه قادر يمثل البلاد وقادر يترافع على هذه المدينة، لأن المدينة محتاجة الكثير. إذا المتابعين كما كتشاهدوا بطبيعة الحال هنا على مستوى سهب الورد، أكيد الدائرة ديال سهب الورد مقاطعة جل الورد، فجينا حنا الأحياء الشعبية نشوفوا كيفاش دايرة الأجواء. أكيد خويا السلام عليكم، تحياتي، بخير في أمان الله. مرحبا، كلشي بخير؟ الله يبارك فيك. نعم سيدي، دايرة الانتخابات هاد الصباح؟ الحمد لله مزيان. جيتي باش تدي الصوت ديالك؟ من طبيعة الحال. نعم من طبيعة الحال. الناس اللي مازال ما داوش الصوت ديالهم شنو تقول لهم؟ اللي ما بصوتوش شنو تقول لهم؟ انا كنقول لهم يجيو يصوتوا على اللي على اللي البلاصه على اللي كيستحق. مرحبا. واش فاس نقصها بزاف مدينه فاس؟ بزاف بزاف الناس ما كيمشيوش يصوتوا على حسب التصويت. بزاف الناس اللي ما كيمشيوش، لان ما كيلقاوش راحه تما. واش مقاطعه الانتخابات هي الحل في نظرهم هاد الناس؟ يعني شنو تقول لهم؟ الناس اللي كيقول لك لا وانا ما نصوتش ما بقى الثقه في لا لا انا كنقول لهم يصوتوا. نعم انا كنقول لهم يصوتوا على اللي يستحق. نعم على اللي يستحق، ماشي كلشي بحال بحال. نعم ماشي كلشي بحال بحال، كاين اللي باغي يخدم بينازل، كاين اللي باغي يخدم. نعم كاين اللي باغي يخدم. شكرا جزيلا سيدي، شكرا. تبارك الله عليك خويا، الله يحفظك. اذا حنا كناخذوا التصريحات بشكل اعتباطي من اجل نقل الصوره الحقيقيه. اكيد الناس كيدخلوا كيصوتوا كما كتشاهدوا، والاقبال صراحه هذا اليوم على مكاتب التصويت اكيد من اجل اختيار الشخص المناسب. اكيد انا قلت كاين مجموعه من المرشحين لنيل مقعد برلماني، اكيد خلفا لبرلماني معزول اكيد سابقا، كعارفين الاسباب وعارفين المسببات بطبيعه الحال. الان صفحه جديده اكيد تفتح من اجل ضمان مقعد في البرلمان، من اجل الترافع على الساكنه اللي كتعاني. السكينة فاس اكيد محتاجة ناس اللي غيمثلوها احسن تمثيل في قبة البرلمان ويدافعوا ويوصلوا الصوت ديال هاد المواطنين. اكيد المتابعين والمشاهدين الكرام، السلام عليكم. شريف بخير في امان الله؟ صوتي ولا عاد غتصوت؟ مازال ما صوتش اخويا. كلشي بخير؟ بخير الله يبارك فيك، الله يطول لي عمرك، اللهم لك الحمد، الله يجازيك بخير ان شاء الله. الا كتب الله لك لانك جد لي بالصوت ديالك. انا كنثيق بواحد السيد، هادي ما نقولوش السمية ديالو بلا ما نقولوش السمية، هادي واحد 25 عام وانا كنثيق بواحد السيد. نعم. لقينا راجل مزيان وخدم لنا البلاد مزيان. نعم. وبقينا غاديين معاه حنا في المسيرة بدون خداع. نعم. واخا سيدي شكرا جزيلا. الله يجزيك بخير، الله يجزيك. إذا كاين بالنسبة حنا كناخذوا، أنا قلت التصريحات بشكل اعتباطي كما كتشاهدوا، من أجل نقل الصورة الحقيقية. بطبيعة الحال الحق لكل مواطن أنه يختار المرشح اللي كيشوفه لأنه قادر يمثله وكيثق فيه. فهذا هو الـ يعني الـ يعني الـ الخلاصه ديال الامر، ان فاس محتاجه على ان تكون اقبال منقطع نظر على العمليه الانتخابيه من اجل اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. متابعينا الكرام غادي نكتفي بهذا القدر، الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر، حياكم الله. حنا غنبقاو مواكبين كل كبيره وصغيره من مكاتب التصويت اخرى من اجل نقل النتائج كذلك ديال هذه الانتخابات، اكيد اللي عندها واحد الدور كبير بالنسبه لمدينه فاس، خاصه وان كنعرفوا الظروف اللي كتمر منها مدينه فاس ومحتاجه اصلاحات حقيقيه على مستوى الترافع وعلى سكنه المنطقه. شكرا متابعينا، الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر. كان معكم مراسل قناه منصف بودري، بالتوفيق للجميع. اللي مازال ما مشاش صوت يمشي يصوت، ما يقاطعش الانتخابات، يمشي يصوت يدلي بالصوت ديالو للشخص اللي كيشوف انه يستحق ومناسب. شكرا متابعينا، حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.